السلام عليكم سي حمودة بعدا، مرحبا بكم، مرحبا بقناة شوف تي في. عندنا في مدينة أزمور وفي نهر أم رابع. حنا الاستعدادات غنستعدو إن شاء الله دابا واحد اليومين ولا ثلاث أيام. حنا مع القرار اللي اتخذت الدولة على أن الاحترام ديال المسافة و 50% ديال الزبناء. باقي ما علمناش الدراري اللي معانا باش نجيو نديرو واحد شوية نيتواياج نعقمو الدنيا. اليوم ان شاء الله غنتصل بالدراري اللي معنا ديال التعاونيه كاملين باش غدا يكونوا مستعدين باش نهبطوا هنا للمقهى وغادي نديروا النيتواياج لها. ومن بعد مورا واحد يومين او ثلاث ايام غنكونوا مستعدين باش نفتحوا المقهى. مود هذه النقطه لان مني كانت الدوله قالت بان غادا تطلق الحجر الصحي في الايام اللي فاتت كانت الناس كتتصل بينا في التليفون في الواتساب فيسبوك امتى غتحلوا القهوه. حنا ملينا شويه في الدار بغينا نهبطوا تما للواد. مني تزاد في الحجر الصحي الناس زادت تعطشت للبلاصه ورغم ذلك بقاو كيتصلوا امتى غادي امتى غتحلوا امتى هادي. وحنا مزيانه لينا ومزيان لينا القرار اللي تاخذ الدوله ديال ان 50% التباعد ديال الطبالي الجميترو. حنا فرحنا حنا باغينا حنا ما كرهنا من غدا حنا نكونوا حالين بحالنا بحال القهاوي الاخرين. غير هي حنا الاستعدادات كما كتعرف خاصنا نزيدوا شويه الصباغه خاصنا نصبغوا خاصنا نديروا. يلا واحد السيد الله يجازيه بخير حتى هو غدا ان شاء الله غادي نتواصلوا بالصباغه. وكما قلت لك اليوم غنعلم الدراري ان شاء الله باش يجيو غدا يطويو الدنيا كامله ونديروا التعقيم ديالنا. ومن بعد يومين او ثلاث ايام غادي تكون ان شاء الله القهوه حال. هذا المنبر كنطلبوا بالشفاء العاجل صاحب جلاله الملك محمد السادس ومتمنياتنا له الشفاء العاجل. وكنشكروا السلطات المحليه وعلى المجهودات اللي كدير معنا. وشكرا اخويا حموده. الاجواء كما كنشوفوا في مدينه ازمور كانت اجواء جد عاديه، الناس كانوا ملتزمين بالحجر الصحي. كنشوفوا الان الاجواء كما كانت تعلنت الحكومه على التخفيف ديال الحجر الصحي، يعني اللي غتعلن عليه ان شاء الله من يوم غد ان شاء الله. كنشوفوا الاجواء بدات على الاقل بدات تخفف الاجواء كما كنشوفوا بدا يكون واحد المتنفس عند الناس وعند الساكنين وعند المواطنين. كذلك حتى الارباب ديال المقاهي حتى مرة كانوا كما نشوفوا بداوا كيوجدوا دوك اللي مسكين شحال ما تلتقي ماشي 3 شهور ما حلوش المحلات ديالهم. القصر حتى هما كذلك، المقاهي حتى هما كما قبيله انا كنت جاي كنشوف الناس كيسيقوا كيستعدوا كيخرجوا في الكراسه كيمسحوا كينيطوايو. يعني كاين استعدادات استعدادات قبليه باش يوجدوا ان شاء الله الغدا. ولكن من خلال هذا الشيء كنبغي نقول ان الناس يراعوا الشروط الوقائيه الشروط الاحترازيه والمعايير اللي حاطاها الدوله من خلال مسافه الامان ديال الناس اللي غيكونوا مثلا اللي غيزوروا المقاهي. بالنسبه للقصر حتى هما كذلك، بالنسبه المطاعم حتى هما كذلك يراعوا الشروط الوقائيه الشروط الاحترازيه وكذلك التباعد ديال الناس يكون واحد المسافه الامان كما مخصها الدوله ومخصها السلطات المحليه. وكنشكروا يعني الدوله على المجهودات ديالها وعلى يعني انها فكرت في المواطن انها تقوم بتخفيف ديال القيود ديال الحجر الصحي. راه يتم اترفاع الحجر الصحي بمره كامله ان شاء الله.